بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نروح لزميلتنا دينا شرف ونصبح عليها ونعرف ذكريات دينا مع الكحك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير جمانة. صباح السعاده والتفرج على كل المصريين في كل مكان. صباح يعني الخير. انا اعتقد ان انت كان بيجي لك الكحك جاهز يا دينا. مش انا على فكره بحسدك يعني. لا كان نفسي جدا جدا وكنت لما بشوف الناس او الناس بتحكي في المدرسه واصحابي وكده ان هم بيروحوا وجدتهم بتقعد تعمل الكحك وترقش الكحك معاهم وتديهم حاجات يبوظوها ويلعبوا بيها ويجوا بيها تاني يوم. لا كنت ببقى يعني زعلانه. كان بيبقى نفسي بس ماليش لا ذكريات يعني. اتمنى حتى كنت عاملها بس ما عملتهاش لان انا فاشله في المخبوزات زي جمال. البركه فيكي تعمليها دلوقتي ان شاء الله. لا بقول لك عادي ده انا ما بفشل في الكيك هفشل يعني هنجح ازاي في المخبوزات الكحك وال بتحبي الكحك يا دينا والبسكوت بقى والحاجات دي؟ انت عارفه انا بعشق اكتر حاجه الغريبه. يعني انا ماليش في الكحك والبوتيفور مش قوي. هو البسكوت والغريبه الاثنين دول هم اكتر حاجتين بحبهم والغريبه اكتر يعني. كده انا متفق معاكي تماما. لا يعني هي بصراحه جميله جدا. وبدات يعني انت كنت بتسال جمانه بداتي تاكلي؟ بدات امبارح اول يوم. الف هنا تقريبا خلصت يعني طبق قريبه كده من بيتي. الف هنا اهم حاجه بس تيجي بكره معاكي الكحك عينينا والله. تعالى تنور كمان. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب بالصحه والسلامه.